سلطه خس الايسبرغ بتتبيله الزيتون والريحان. طبعا ما فيش ريحان اليوم، بس هي موجوده بالريحان. كيس خس ايسبرغ من اشتال، كوب بندوره كرزيه، بصله مقطعه، ونصف كوب جوز. يا عبد الله ما لقينا. للتتبيله نصف كوب زيت زيتون اسود، ربع كوب جبن البارميزان، ربع كوب مايونيز، ربع كوب زيت زيتون، ملح وفلفل. يعني امبارح حاولت اني الاقي ريحان والله ما لقيت يا عبد الله. في نار العمر نار العمر بتسلم عليك يا يا حي الله، يا حي الله فيها، يا حي الله فيها. هي عندنا هون يا سمير هالمايونيز بنحطه وين؟ بخلاط الهاند ميكسر من سونا مجموعة الدادا جروب. اوكي. وبنضيف شوية. في ناس طلبوا منك درس على العصارة، صدقا هذا من ضمن الأسئلة، درس على العصارة. ليش يلهم؟ راح نسوي احنا فيديوهات خاصة بالمواضيع هاي كاملة إن شاء الله. إن شاء الله. تكرم عينكم. رايحين نضيف يا سمير شوية من الملح والفلفل الأسود. وراح أضيف شوية من جبنة البرميزان. إذا عندكم ريحان هي حطيت ملح أنت هسه كمان؟ هي الرابعة، هي المرة الرابعة، هي المرة الرابعة هاي خلص تمام. يعني بعديها فيش ملح. بعديها بنضيف لنا شوية من المي. طبعا إذا في ريحان ضيفوا ريحان بهاي المرحلة هون الريحان. لكن ريحان صراحة أنا ما لقيت، ما حصلت ريحان امبارح، دورت وما لقيت. بسم الله خلاط رائع جدا. هذا هو طبعا خلطناها صار جاهزة. هذا ميكسر من سونا مجموعة الدادا جروب، ولا أفخم منه ولا أروع. الآن بنجيب يا سمير الآيسبرغ. يلا أشتال اشتري راحة البال، خس مقطع جاهز مغسول معقم بالأوزون، مغسول ثلاث مرات على طول على طول. هاي ها شايفين يا حبايبنا، هذا هو. شو بدنا نسوي بعد ما ضفنا خس الايسبرغ؟ بدي اجيب هالسلطه اللي عندي لهون يا سمير بعد اذنك. يلا ونضيف عليها البندوره الكرزيه. نعم صحيح، هاي البندوره الكرزيه، وهي كمان رشه بصل. شايف يا سمير رشه بصل جريئه. وبعديها بنضيف هالجوز عليها. هاي هون هالدريسنج يا سمير. واخيرا وليس اخرا جبنه البرميزان. رش 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 رش. عبد الله شايف اللي بصير انت؟ واخيرا وليس اخرا مهند، تعال معي يا مهند. مهند تعال معي يا مهند. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي كمان شويه زيت زيتون يا صديقنا. الله. احلى طبق سلطه خفيف الله. لطيف ما بده شيء.